اجمل عشرات الكلمات في اللغه الفرنسيه غتاخذهم، ولكن قبل ما تاخذهم سمعوا لهاد السيده كتعلم معي في الواتساب عاوتاني نتيجه واحده اخرى مع عند السيده. سمعوا. السلام عليكم استاذ حمزه، كي داير؟ بخير لاباس عليك؟ صحه لاباس، نتمنى تكون بخير. صيفط لك هذا الفوكال باش نشكرك بزاف على المجهودات ديالك القيمه، ما شاء الله عليك. ما تخيلش راسي بهذه السرعه انني نبدا نتواصل بالفرنسيه، سواء نكتب. قلت لك ما تخيلتش راسي بهذه السرعه نبدا نتواصل بالفرنسيه. شنو هو السر؟ كاين في الواتساب. بغيت تخدم معايا بحالك بحال هذه السيده، تخدم معايا ابيل فيديو بوحدك في الحصه، ولابيل فيديو يمكن لك تحيد الكاميرا، غنجاوبك. وعد مني انا كنجاوب غير الرسائل فقط اللي فيهم رقم الواتساب. يعني بغيتني نجاوبك خصك ضروري تصيفط لي رقم الواتساب. فين؟ صيفط لي رقم الواتساب هنا في الجيميل، هذا هو الجيميل ديالي، وكتب لي رقم الواتساب ومن تحت بغيت نتعلم الفرنسيه. الجيميل ديالي هو هذا، حمزه المعلم، حمزه المعلم ملاصقه. كتب الجيميل بشكل صحيح، حمزه المعلم كتكتب ملاصقه بحروف صغار، حمزه المعلم @gmail.com. دونك واحد مني غنجاوبك الى صيفط لي رقم الواتساب وكتب لي من تحت بغيت نتعلم الفرنسيه. عندك مشكل في الخدمه كتبلوكا، مشكل في الكتابه، في البرونسياسيون، في النطق، عايش في فرنسا، في كندا، ما كتقدش تهضر، عندك شي تيست؟ استاذ اللغه الفرنسيه معاك حتى لاخر مطاف كيما تعلموا هاد الناس. وانا والله العظيم ما عمري شفت شي واحد زعما كيعلم الناس. ديما كنحط لكم لي زوديو ديال الناس، ماشي كنحط لكم واحد في الشهر، كنحط لكم واحد في يومين. سبحان الله العظيم، هادشي بفضل الله والحمد لله، كنحمد الله ديما الدعوات ديال الناس كيبقاو فضل كبير في حياتي. اوكي، دونك اليوم غنعطيك هاد 10 ديال الكلمات تاخذهم بصحتك. اول كلمه هي لا فراترنيتي، ولا فراترنيتي هي كلشي في الحياه، الاخاء، لا فراترنيتي. الكلمه الثانيه باش ما نطولش عليكم، ليبانويسمون، ليبانويسمون الازدهار. الكلمه اللي موراها لا بارتيكولاريتي، التميز، واعره. اوكي، اللي موراها لا جويسونس، المتعه. اللي موراها شحال زوينه هذه، لو ديليس، اللذة، لذة لذة لذة. اللي موراها لا كونسيونس، الوعي، والوعي هو كل شيء في الانسان. والوجود هو ليكزيستونس، الوجود، ليكزيستونس. لما كانش عندك وجود فانت ماشي انسان. الكلمه اللي موراها لافيكسيون، الحنان. الحنان لما كانش في قلبك راك ماشي انسان ايضا. لافيكسيون. الكلمه اللي موراها لو بونور، لو بونور السعاده اللي راها في حياتك ولكن انت ما شعرش بها، خاصك تكون سعيد. اللي موراها لا غيتي، هي البهجه. 10 ديال الكلمات من افضل الكلمات في تاريخ اللغه الفرنسيه، فوالا. ولكن الا بغيتي تاخذ اللغه الفرنسيه كامله فما عليك الا تصيفط لي رقم الواتساب باش نجاوب. رقم الواتساب، غير صيفط لي رقم الواتساب، راه انا اللي كنجاوب. ما يدخلكش الشك تقول واقيلا ماشي هو، راه انا اللي كنجاوب هنا في الجيميل. هذا هو الجيميل ديالي، حمزه المعلم، كتكتب ملاصقه بحروف صغار، حمزه المعلم @gmail.com. كتب لي رقم الواتساب ديالكم اللي تحت بغيت نتعلم الفرنسيه. الله يحفظكم والله ينوركم والله يجعلكم تشدوا الفرنسي. تبارك الله عليكم.